بدأ المؤتمر الوزاري 17 لحركة عدم الانحياز الذي تستضيفه الجزائر اليوم بحضور أكثر من 60 وزيرا للخارجية وممثلي الدول الأعضاء وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية. وافتتح رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال المؤتمر نيابة عن رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأكد أن حركة عدم الانحياز تعد قوة عمل واقتراح في إثراء النقاش على المستوى العالمي. هذا وقد ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الوزاري 17 لحركة عدم الانحياز. وكان الشيخ صباح الخالد قد أكد لدى وصوله للجزائر على أن حركة عدم الانحياز تواكب تطورات العصر، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري سيركز على التنسيق بين دول أعضاء الحركة على مختلف القضايا السياسية والاقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بوجودي اليوم في الجزائر وهذا البلد الشقيق اللي يستضيف اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز. هذه الحركة اللي تواكب الآن تطورات العصر والتركيز على التنسيق حول القضايا السياسية والتركيز أيضا على الأمور التنموية اللي تهم دولنا الأعضاء في حركة عدم الانحياز وكذلك الأمور الاقتصادية بين دول عدم الانحياز، كل هذه الأمور متاحة في إن شاء الله على مدى اليومين القادمين بحثها على مستوى وزارة الخارجية، ما تمثله الكتلة، ما تمثله الحركة من كتلة قوية إذا اتسقت مواقفها سوف تكون مؤثرة في المحافل الدولية. هذا ما نسعى إليه وهذا ما نحرص عليه وهذا ما نعرف بأن أشقائنا في الجزائر يقومون بكل جهد لتقريب وجهات النظر ولتكون لهذه الحركة مسؤولية ودور في المحافل الدولية فيما يتعلق في قضايانا السياسية والاقتصادية والتنموية والبيئية وكل ما يتعلق بمصالح دولنا. شكرا.